القادمة تتأمل في مواجهة أيضا نهائية ضد بوركينا فاسو. كولينز رقم 6 أويونغو، رقم 4 أدولف كامغانغ، رقم 3 ودخول كأساس اليوم لنيكولان كولو. 73 مباراة دولية لعب الأولمبيك ليوني. بالنسبة رقم 15 بيديمو لاعب اولمبيك مارسي، شيتشو لاعب جالاتا سراي، جويل ماتيب مدافع ليفربول، نيوم لاعب انجيسا، طبعا ستيفان امبريا المحترف في الصين، وانجيمو اليكسون، واللاعب تشوبو موتين لاعب اف سي شالك ريد ستار في فرنسا بالون. رقم 19 زيوندو، رقم 2 اونديلي، رقم 5 برونو مانجا، رقم 22 ديدي دونك محترف ساندرلاند في البريمير ليج. انطلاقة المباراة أول الثواني، وكرة من تماس في شكل كورنير للفريق الجابوني. الضغط في البداية لمنتخب الجابون، الحارس يغلق، شانس لهدف أول، وكرة ضاعت من الفهود. الجابون تبدأ في لعبة ازدياد الأسود هنا في أدغال الماما أفريكا. ترجع كرة مباراة منتظمة، ترجع الكرة والانتداب، الجابون متحمس، يمشي من كيفونا، إيفونا جول، إيفونا جول، إيفونا جول. الحارس فابريس أوندوا يتألق في أول كيكتين. الجابون تبدأ بقوة والكاميرون في خطر. الوضعية صعبة جدا على فريق الأسود. انطلاقة صاروخية من الجابون، فريق الليوبار الذي يكنى بالعزيمة للكاميرون قدام الجابون. وفي مجموعة 19 مواجهة فيما سبق فازت الكاميرون 8 والجابون فقط 3. هنا كرة وشانس، جول 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 جول. مش ممكن، مش ممكن. ماذا درت يا أمريك؟ ماذا درت يا نمبر 1 في الأفريق؟ مش ممكن يا أوبا، يا أوبا أوباميونغ يضيع شانس 1-0 على جابون. مش ممكن، ماذا أدرى؟ كرة تتعدى في الزابينج، مش ممكن كرة تتعدى من نكت البطولة، من طرائف البطولة، من طرائف تاريخ البطولة. ماذا أهدر أفضل لاعب في إفريقيا 2015 وثانيها في 2016؟ بيير إيميريك أوباميونغ ضيع كرة العشرين الرائع دينيس بوانغا. كرة ثابتة وكرة طويلة وكلاكات ولا أروع، هدف من الرائع بوانغا. قلت لكم العبور الجابوني مرتبط بالتريو بوانغا ملك فونا أوباميونغ. كرة غدارة، كرة غدارة غدارة غدارة، والحارس يطير ويحلق ويعمل كلاكات وكورنير للجابون. أي شوط وأي مباراة. أي 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 بتراتش الصباع بآخر أطراف الأصابع خرجها فابريس أوندوا عن طريق بوانغا. بوانغا بوانغا والدفاع، والكرة ترجع للكونتر الكاميروني. شانس وإمكانية الوصول، كرة الوصول الغير مروضة لنيوان دوبتابل. يمشي بالكرة رقم 13، يلعب الكرة باسو جوك، باسو جوك عاد الكرة للخمسة، خمسة يحضر في تسديدة، شوطة ما تجيش، كونتر اتاك يجي، يمشي أوباميونغ، أوباميونغ خايف على ساقيه أوباميونغ. يلزم في وقت من اوقات الشوط الثاني كاماتشو، يا تسيب يا تخيب، يا كحله يا حمراء، يا بيضه يا سودة، يا ابيض يا اسود، يا أوباميونغ يا السمراني. كامرون 0 جابون 0 على استاد المدينه الحره هنا في ليبروفيل. لم يتحرر الجابون الان، لم تتحرر الفهود من ضغط المباراه ومن ضغط الاقصاء في مباراه في الشوط الاول. الجابون تفوقت بنقراءكم يا الانتصار يا الانكسار. الآن بوركينا للكوارتر فاينل مع الكاميرون في رفقة الكاميرون، في رأي للفوض الجابونية. ترجع الكرة بضربة راس، كرة في وسط الميدان، ترجع الكرة. الشوط الثاني بداياته صعبة جدا، الدهنية والمباراة صعبة على المستوى النفسي في الشوط الثاني، لأنه الجابون أي هدف يدخل مرماه باي باي أديو الكوب دافيك. بالنسبة للمنتخب الجابوني المشكل نتيجة بوركينا قاعدة تأثر بالوصول. 4 دقائق لعب في الشوط الثاني، كرة من ديدي ابراهيم ندونغ، ندونغ حط الكرة في الوسط، يمشي الرقم 18، يلعب اللاعب رقم 18 مارتينسون، يخسر كرة، يمشي الكاميرون مراوغة وفي خطأ، في فاول، في فاول والكرة ثابتة وممكن فما انذار مستحق. ماذا سيقرر دانيال بنات؟ هل سيكتفي بالقرار الإداري؟ هنا الإنذار مستحق على اللاعب الجابوني، اللاعب رقم 19 هو من أخطأ سي أوندو. على فكرة ولا لاعب في الجابون مهدد بالإقصاء عن الربع النهائي لو تأهلت الكرة القادمة واللاحقة.
في الدقيقة 50 من زمن المباراة. الكان على كف عفريت يا الجابون. الكاميرون فرصته كبيرة يلعب بفرصتين، التعادل والانتصار، الصدارة على مرمى حجر من الوسط، والتسديدة والهدف يضيع. كورة كاميرونية من نار، هذه اللي قلته من دقائق من لحظات، أنه نقطة قوة الوسط التسديد، يسددون من كل المراكز، يسددون من كل المناطق، التسديدة والأروع، وأوفونو كان الأروع. ديدييه أوفونو يخلص الجابون من كرة الكاو. أوفونو والقائم، كرة لمست القائم، مسحت على القائم وخرجت برا. نعم البوتو ينقذ فريق أوفونو فريق الجابون، رغم أنه الحكم قال أنه ديدييه ما لمسهاش. الكرة ترجع ضربة مرمى ديدييه أوفونو، أخطر كرة في البدايات كانت الكاميرون. الكاميرون استفادت من الدرس ولم تبدا الشوط الثاني بمساوئ الشوط الاول. التغطيه ممتازه الصلب جدا منتخب الكاميرون، حتى بالرديف هي الكاميرون، حتى بالفريق الثاني هي الكاميرون، حتى بالاحتياط هي الكاميرون، حتى بدون النجوم وفي غياب النجوم هي الكاميرون. 6 دقائق لعب في الشوط الثاني، 0 جابون 0 الكاميرون 0-0، والتعادل هذا هو يقصي الجابون رسميا من الكان. أمامك كانت على الشاشة الترتيب، 5 بوركينا 5 كاميرون، وضع أفضل. الكاميرون تهاجم، الجابون تعاني، الجابون كأنها بدأت تستسلم، وكرة سريعة ومراوغة ودخول، فما شيء، فما خطأ ورجع للفاول. دانيال بنت يرجع لخطأ لمصلحة الأسود. شوف الفريق الكاميروني، الكرة تؤشر إلى أن الكاميرون سيسجل، الكرة تبشر عشاق الأسود بأولى الأهداف. هل هم لها فاعلون؟ هل في مرمى أوفونو سيسجلون؟ برافو الحكم دانيال بنات، رجع للخطأ ورجع للفاول على اللاعب رقم 19 سيون تول، يستحق ورقة صفر الأمانة يا دانيال حكم الساوث أفريكا. ترجع الكرة للمنتخب الكاميروني، انشم في هدف الكاميرون، إلا إذا الكرة وأجوال، واللي ضايع يفيد منه الكاميرون في تفادي وسود التيرانكا. في شخصي في رأيي المرشح الأول للبطولة منتخب السنغال. إذن الفريق الكاميروني يريد التأهل، ولكن في المركز الأول حسب مجريات الشوط الثاني. الكاميرون يريد المركز الأول ليتفادى ملاقاة الناري والربع النهائي الناري في القمة النارية ضد منتخب السنغال في الكوارتر فاينل، لأنه حاليا بوركينا فاسو ضد فوكنيا للمنتخب الكاميروني. كرة من الفريق الكاميروني والكرة الثابتة، ممكن موعد الهدف، ممكن كرة الهدف، ممكن كرة الصدارة الرأسية والدفاع، يتصدى الدفاع والكرة ترجع مرة أخرى للفريق الكاميروني. ارتباك رعب من الخروج، والجابون على بوابة الخروج، الكاميرون أفضل، موكانجو أخطر، والكرة توزع في منطقة الجزاء الرأسية ثم التحذير، والكرة للمنتخب الجابوني بالون في الدفاع. أهلت بوركينا، بوركينا فاسو تتقدم على غينيا بيساو بقيادة المدرب الرائع الخدام باولو دوارتي 2-0. ترجع كرة للمنتخب الكاميروني، موكانجو يرجع بالكرة، يلعب انديب تامبي وصى كرة خطيرة، وكرة الانتصار. ما زالت المباراة على قائمة الانتظار. أخطر كرة كاميرونية، الجابون الحقيقة في الجولات الثلاثة ما تستاهلش تصعد للدور الثاني على الفريق الكاميروني أمانة. يخرج الغائب ماليكي بونا، وصفرة استاجان، يدخل سامسون مبينجي. سامسون كرة طويلة وسهلة، يدرب الحارس، لا روح ولا رغبة ولا دافع. الجابون أوت 99%، ولكن كرة القدم كثيرة ومليئة بالمفاجآت. أترك الـ 1% للجابون لتسجل مفاجأة في الشوط الثاني في اتجاه معاكس لسير الشوط الثاني اللي كان بالطول والعرض من أوله لآخره. كاميروني أندونغ. لمصلحة اللاعب زوع،
اللاعب السريع والخطير، اللاعب رقم 8 موكانجو. والآن تغيير مزدوج، اللاعب رقم 20 توكو، اللاعب كارل توكو إيكامبي قلت يلعب في تركيا مع بشيكتاش. تمشي كرة خطيرة والرأسية، وشكلها كورنر من دونغ.